بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم. يمكن النهاردة أكيد هيكون أبرز حاجة ممكن نبدأ بيها برنامج الترند، وكل الناس على السوشيال ميديا بتتكلم على فوز الأهلي بالبطولة الإفريقية لكرة السلة، بطولة البال اللي اتلعبت في رواندا، والفوز على بطل السنغال، وإقصاء بطل مالي، وإقصاء الفريق المنظم للبطولة بطل رواندا. حقا الأهلي ملك الصالات، فاز في البطولة الإفريقية لكرة السلة، وفاز بالبطولة الإفريقية لكرة اليد، وعلى أعتاب الفوز بالبطولة الإفريقية بإذن الله لكرة القدم. وفي هذا العام تحديدا الأهلي لعب كأس عالم أندية في جميع المسابقات الخاصة بالألعاب الجماعية، كأس عالم للأندية لكرة القدم، كأس عالم للأندية لكرة الطائرة، كأس عالم للأندية إن شاء الله مع فريق كرة اليد. وسبق قبل كده أن الأهلي لعب كأس عالم للأندية لكرة اليد في السعودية، وعلى أعتاب المشاركة في كأس العالم لكرة السلة، ولكن ليس من تنظيم الأهلي، ولكن الأهلي مشارك في البطولة بصفته بطلا لإفريقيا. الحمد لله بنعيش زي ما قلت في الحلقات السابقة فترة رائعة جدا، والفترة دي مش جاية كده نتاج الصدفة، أكيد تخطيط وعمل وشغل وصمت، عشان في النهاية يكون في نجاح هو اللي يعبر ويكون أكبر يعني رد على كل التفاصيل اللي البعض كان بياخد فيها النادي الأهلي لفترات يعني خارج سياق الرياضة والمنافسة والكورة واللعب بشكل عام في الفترة السابقة. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك لقطاع النشاط الرياضي ولكل فرد منتمي للنادي الأهلي الفوز بالبطولة الإفريقية لكرة السلة. فريق الرجال لكرة السلة السنة دي فاز بكل شيء، مفيش حاجة دخل فيها إلا لما كسبها، عربية إفريقية قارية محلية كل البطولات الحمد لله. وبإذن الله الفترة الجاية أكيد مجلس إدارة النادي الأهلي بيحضر عشان يكون فيه حفل لتكريم كل الألعاب وكل الأبطال اللي حققوا بطولات مميزة في الفترة الأخيرة. يا رب بإذن الله إن شاء الله تكتمل الصورة في الأسبوعين المقبلين بالفوز بالبطولة الإفريقية لكرة القدم، والإقصاء إقصاء الفريق المغربي إن شاء الله في ذهاب وإياب دوري أبطال إفريقيا. إن شاء الله بإذن الله تكتمل الصورة خلال الفترة اللي جاية. حلقة النهاردة هيكون فيها تركيز على فريق الباسكت، وكمان هنتكلم على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بكرة آخر مباراة في الدوري إن شاء الله قبل الاستعداد لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. بتجيلنا رسائل كتير يا جماعة، كلمونا على الماتش الفاينل، أخبار الفاينل إيه، الماتش الذهاب إيه ظروفه، الحضور الجماهيري، الغيابات، الإصابات. والله عندنا تفاصيل كتير، ولكن عندنا مباريات محلية دلوقتي أهم كتير جدا من المرحلة اللي جاية. نخلص مباراة سيراميكا، ومن يوم الثلاث هنكون معاكم أول بأول بإذن الله بكل التفاصيل المتعلقة بنهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن في أولويات، والإعلام لازم يكون له دور إيجابي عشان الناس كلها بتتابع وبتتفرج وبتشوف. عشان كده شفتوا كان في تركيز كبير جدا في ماتش طلائع الجيش، أيضا في ماتش إنبي، وبكرة بإذن الله تكتمل الصورة ويبقى 9 نقاط في أقل من أسبوع عشان الأهلي يقترب نوعا ما من الفوز بدرع الدوري واستعادة اللقب الغائب عن آخر عامين بالنسبة للنادي الأهلي. ولعل وعسى يكون فرصة طيبة أنك تستعيد لقب الدوري وتستعيد لقب دوري أبطال إفريقيا يا رب خلال الفترة اللي جاية. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا غدا في بطولة الدوري. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي نهاية الحلقة هستعرض أكبر قدر من أراءكم ومشاركاتكم على توقعاتكم لتشكيل النادي الأهلي. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا، وكمان فحص طبي لحمد فتحي لتحديد مدة غيابه، وأخيرا سلة الأهلي تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية. طيب نتكلم على استعراض مباريات اليوم، ويمكن طبعا منذ قليل انتهى الشوط الاول في نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه ما بين يانج افريكانز التنزاني مع اتحاد العاصمه الجزائري. فريق اتحاد العاصمه النهارده بيلعب لقاء الذهاب خارج ارضه في تنزانيا، وما زالت نتيجه الذهاب او لقاء الشوط الاول
1-0 لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، هدف أحرز في الدقيقة 30 من الشوط الأول. طبعا ده يمكن نقدر نقول اتحاد العاصمة يعني لو انتهت المباراة بالنتيجة ده هيكون قطع أكتر من نص المشوار أبقى العودة في الجزائر بعد حوالي 5 أيام بإذن الله، وكل التوفيق إن شاء الله للفريق الجزائري الشقيق للفوز بلقاء الذهاب أمام يانج أفريكانز. للنهاردة حضور جماهيري كبير جدا في ملعب دار السلام في تنزانيا، لأن حدث فريد بالنسبة لتنزانيا أن يكون يانج أفريكانز موجود النهاردة في نهائي كأس الكونفدرالية. طيب نروح للدوري الإنجليزي وخلاص بقى بنتكلم في المراحل الختامية، أنت بتتكلم على كل مباريات الجولة بتتلعب في توقيت واحد 6:30. نحسم مع بعض ونشوف ماتشات النهارده. ارسنال بيستضيف ويلفرهامبتون، استون فيلا بيستضيف برايتون، برنتفورد بيستضيف مانشستر سيتي، تشيلسي بيستضيف نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس بيستضيف نوتنغهام فورست، ايفرتون بيستضيف بورنموث، ليدز يونايتد بيستضيف توتنهام هوتسبير، ليستر سيتي بيستضيف ويست هام يونايتد، مانشستر يونايتد بيستضيف فولهام، ساوثهامبتون بيستضيف ليفربول. نروح للدوري الاسباني وايضا بنتكلم في الجوله الاخيره فكل اللقاءات في توقيت واحد. الساعه 8 تنطلق مباريات الدوري الاسباني. اتلتيكو بيلباو بيستضيف اليتشي. اتلتيكو مدريد بيستضيف ريال سوسيداد. برشلونه بيستضيف ريال مايوركا. ختافي بيستضيف اوساسونا. قادش بيستضيف سيلتا فيجو. رايو فاليكانو بيستضيف فياريال. الماريا بيستضيف بلد الوليد، جيرونا بيستضيف ريال بيتيس، فالنسيا بيستضيف اسبانيول. طيب دي مباريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي ولقاء ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب لو هنتكلم على انجاز فريق السلة، الانجاز في حد ذاته مش فكرة اللي انت بتكسب بطولة افريقيا والسلام، لا، انجاز اللي انت عندك القدرة انك تعمل فريق تتعاقد مع مدير فني على نفس الطموحات والقدرات اللي تليق باسم ومكانة النادي الاهلي، وبالتالي انت دخلت كل المنافسات المحلية والعربية والقارية والحمد لله نقدر نقول يعني العلامة الكاملة، كسبت كل البطولات من اول دوري منطقة القاهرة بدوري المرتبط ببطولة دوري السوبر بالكاس، ثم بعد ذلك المنافسة على البطولة العربية، بعد كده تروح للبطولة الافريقية والتصفيات بتاعتها اللي كانت في مصر وللأهلي نظمها في الفترة اللي فاتت، وبالتالي انت خلاص بقى رايح ل يعني مستوى تاني خالص بقى وكأس العالم للأندية، فربنا يوفق يا رب النادي الأهلي والفوز بيه او على الأقل يعني تقديم مستوى كبير جدا، لأن مستويات كأس العالم اكيد فيها يعني حاجة مختلفة ومستويات فرق الباسكت فيها على اعلى مستوى، لكن هيبقى احتكاك يعني احتكاك قوي جدا وكويس جدا للنادي الأهلي. لحظات التتويج امبارح وانتم شايفين قدامكم على الشاشه بعد الفوز ببطوله افريقيا بطوله البال اللي اتلعبت في رواندا، بص جمهور الاهلي، هي دي بقى الفكره، عائله الاهلي هل هي بتتمثل بس في مجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه، ولا العائله انت بتتكلم على بقصه الجماهير كمان؟ لا ده الجماهير وجماهير النادي الاهلي في المقام الاول كمان، وفي ناس انا اعرفها على المستوى الشخصي موجود، انا شايفهم في الصوره دلوقتي قدامي، اتفاجئت ان هم سافروا رواندا وحضروا المباراه. الناس بتصرف من جيبها، بتتعب وبتدفع عشان تروح تشجع فرقه الاهلي، بس يعني انا اكتر حاجه بتعجبني في الجماهير ان الناس بتحب النادي بدون اي مصلحه. فشوفوا الناس سافرت، اللي جاي من انجلترا واللي سافر من هولندا، حتى في مباراه افريقيه مع فريق الكوره كنت بقابل ناس جايين من بلجيكا ومن هولندا ومن اسبانيا يحضروا في المغرب او في جنوب افريقيا ماتشات للنادي الاهلي. المعاناه في السفر والتكاليف والمشقه، كل الحاجات دي بتروح كده بمجرد بس ما تلاقي كابتن الفرقه كسبان واخد البطوله واخد الكاس وراح بيحتفل مع الجماهير. ده اللي بيميز النادي الاهلي، وده اللي بيخلي النادي الاهلي بيبقى مختلف تماما عن اي نادي تاني. العائله كلها في النهايه كيان واحد، الجمهور ده جزء اساسي وكبير جدا من النادي الاهلي. فانا بصراحه اكتر حاجه عجبتني امبارح حتى في مشهد التتويج الفرحه مع الجماهير والكاس وكابتن الفريق وكل الافراد الجهاز الفني يروحوا يحتفلوا مع العدد اللي موجود، حتى لو هم حوالي 10 20 30 واحد في صاله فيها اكتر من حوالي 1000 او 2000 متفرج، ولكن الفرحه دي حلوه والسعاده دي بيبقى الجماهير عايزاها للتغلب على ضغوط حياه وضغوط حياه كتيره جدا. انت بتبقى رايح عايز تفرح وتنبسط بفرقتك وبناديك، حتى اغاني جماهير الاهلي كلها كانت بتنزل في السياق ده وفي المعنى ده، اللي انا رايح احتفل بفرقتي، الاهلي دايما بيخرجني بره الضغوط. ففرحه زي دي امبارح كانت بصراحه يعني ممتازه جدا، وكانت ظاهره بشكل كبير جدا
على السوشيال ميديا. النهاردة الفريق رجع الحمد لله، وصلت بعثة النادي الأهلي من رواندا إلى القاهرة ظهر اليوم، والحمد لله البعثة وصلت بالسلامة، وكان في استقبالها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. وقدامكم طبعا هي على الشاشة لقطات وصول أبطال أفريقيا لكرة السلة، وبالنظام الجديد للتصفيات الإفريقية والبطولات الإفريقية، لا البطولات بقت أقوى. وحاجة تانية كمان، احنا بقالنا فترة، هو على مستوى الكورة مش على مستوى كرة السلة يعني، بنخسر كتير قوي من منتخب السنغال. كل الماتشات اللي لعبناها مع منتخبات السنغال فريق أول ناشئين شباب كنا بنخسر، إلى أن جاء فريق النادي الأهلي لكرة السلة وقدر يعني ها يكسب فريق سنغالي في كرة السلة، اللي قدر الفريق ده كمان يعمل مفاجأة ويقصي بطل أنجولا اللي كان المرشح الأول والأخير للفوز بهذه البطولة. ولكن تتفرج على الفاينل، لا لا الأهلي فرض أسلوبه من أول دقيقة، من أول دقيقة متفوق في الرميات الثنائية، في الرميات الثلاثية، في الكامباك، في الهجوم المرتد، في الدفاع. كانت مباراة على أعلى مستوى وسيمفونية للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الأسباني إيجوستي بوش. قدامكم طبعا اللعيبة راجعة بقى فايزين بالبطولة، وتحركوا من مطار القاهرة ورايحين على مقر النادي الأهلي في الجزيرة، لكن الاستقبال اللي كان موجود في المطار كان على أعلى مستوى، تقدير كبير جدا من جماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. طيب دي كانت جزئية مهمة جدا لازم نتكلم عليها. قدامكم طبعا عريس الليلة النهاردة أوجستي بوش الفائز مع الأهلي بكل الألقاب. طيب ده جزء مهم كان لازم نتكلم فيه، لأن البطولة الإفريقية لكرة السلة يعني ده حاجة كبيرة وإنجاز عظيم، ويا رب يكون فقل حسن على البطولة الإفريقية القدم اللي الأهلي هيستعد فيها لمواجهة الوداد خلال الفترة اللي جاية. ولكن بعد نهائي إفريقيا في أجندة دولية، منتخبنا الوطني عنده أجندة دولية من 12/6 ل 20/6، هيلعب مباراتين، مباراة مع غينيا في مراكش يوم 14/6 في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، ثم مباراة ودية تم الإعلان عنها بالأمس مع جنوب السودان. منذ قليل فيتور بيريرا أو روي فيتوريا، هم كلهم برتغاليين فبنتلخبط ما بين رئيس لجنة الحكام والمدير الفني وحتى كمان ميكالي، يعني بنتكلم على روي فيتوريا، أعلن قائمة المحترفين اللي هيتم استدعائهم للمعسكر المقبل. القائمة بتضم محمد صلاح، أحمد حجازي، تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش، أحمد حمدي، وسام مرسي. 7 لعيبة محترفة تم الاستدعاء ليهم بشكل رسمي من روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر. أكيد معسكر واستعداد وسفر للمغرب، ثم بعد ذلك اللقاء مع جنوب السودان، وكويس إن الفاينل دور الأبطال في المغرب، فهيوفر على المنتخب مشقة السفر بالنسبة للعيبة الأهلي، والتحرك هيكون للعيبة من كازابلانكا على مراكش، فالموضوع بسيط، أفضل مكان هيجوا أكيد من جنوب إفريقيا. طيب في تفاصيل أكتر عن معسكر المنتخب والاستعداد لهذه الأجندة، لأن هي أجندة مهمة جدا ليها علاقة كمان مش بالتأهل بس لأمم إفريقيا، ليها علاقة كمان بالتصنيف. لذلك نروح مباشرة إلى الزميل الصحفي والناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني الأستاذ محمد مراد. مراد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك محمد، وكل سنة وأنت طيب وبخير. وأنت طيب وبخير دايما، وتحيات كل مشاهدي قناة الأهلي ليك. حبيبي محمد، وبارك النادي الأهلي طبعا فريق السلة، وإن شاء الله يوم 11 بإذن الله نبارك للنادي الأهلي إن شاء الله وإحنا في المغرب كده، وبقول إن شاء الله دوري أبطال أفريقيا بإذن الله. ماتش طبعا ماتش صعب، بس إن شاء الله الأهلي زي ما عودنا، الأهلي ولاعيبته ورجالته إن شاء الله قادرين إن شاء الله يحققوا البطولة ويساعدوا المصريين بإذن الله. أكيد. طيب يعني عايز أعرف منك بقى يا محمد، بما إنك طبعا المنسق الإعلامي لمنتخبنا وزميل إعلامي وصحفي وعندك التفاصيل وقريب جدا من روي فيتوريا والجهاز الفني، إزاي المنتخب بيستعد لأجندة يونيو؟ ومن حسن الحظ الحمد لله إن الفاينل في المغرب، فمشقة السفر مش هتبقى موجودة، لأن لعيبة الأهلي هتنتقل من كازابلانكا لمراكش، وليه اختاروا اللعب مع جنوب السودان في نهاية الأجندة ما يكونش منتخب أعلى شوية في التصنيف؟ لأن كل التساؤلات دي أكيد برضو الرأي العام بيسأل منذ اعلان اقامه هذه المباراه بالامس. يعني بص محمد، في الاول خالص هتكلم على حته ان المنتخب او الجهاز الاداري تحديدا واتحاد الكره، يعني الحمد لله كانوا مستعدين لحاجه زي دي، وكانوا مجهزينها من بدري محمد، لحته ان هم بيتكلموا في ماتش النهائي نهائي دوري ابطال افريقيا، والازمه اللي بتحصل كل في افريقيا في السنوات الاخيره، ان تلاقي نهائي دوري ابطال افريقيا مع مواعيد الاجنده الدوليه، تلاقي مثلا كاس العالم للانديه مع بطوله افريقيا،
فالحقيقه الجهاز الاداري دعم الكابتن محمد غرابه والكابتن مينا سامح وعلي بالتنسيق مع اتحاد الكره الحمد لله، يعني كانوا بيخاطبوا الاتحاد الافريقي من شهر 2 محمد، وكان عندهم يعني علم بالنقطه دي، او ان هم بيضغطوا على الكاس لازم يبقى نهائي دوري ابطال افريقيا قبل الاجنده الدوليه، وكان طلبوا لو الماتش في لعيبه في افريقيا يبقى فيه تعديل لماتش غنى يبقى في الاسبوع الاخير من التوقف. فدي كانت لقطه يعني لو ما كانش اتعملت هتلاقي طبعا الاعلام بينتقد، فلازم الحاجه الحلوه او الحاجه الكويسه نتكلم عليها او نقول عليها. طبعا نهائي في المغرب سهل طبعا جدا على النادي الاهلي وعلى منتخب مصر ان هو يبقى موجود يتصرف في ماتش غنيا. ماتش غنيا الحمد لله احنا يعني الحمد لله المنتخب قاب قوسين وادنا خلاص من التاهل لامم افريقيا ان شاء الله، ويتم حسم ده بالفوز على منتخب غنيا ان شاء الله يوم 14 في مراكش ان شاء الله يوم 14. ماتش صعب يا محمد، ماتش سهل، منتخب غنيا من المنتخبات اللي ماشيه بخطوات ثابته في افريقيا في السنوات الاخيره. هي مباراه حسم الصداره يا محمد اعتقد. هي مباراه حسم الصداره فعلا وحسم التاهل الرسمي 100% للمنتخبين، وتاكيد الصداره وتاكيد ان انت اقوى فريق المجموعه، وتاكيد احقيه مصر في تصدر المجموعه اللي فيها غينيا وملاوي واثيوبيا، وماتش مش سهل، لكن ان شاء الله زي ما انت قلت محمد المحترفين السبعه اللي القائمه المبدئيه اللي اتكلمنا عنهم الجهاز الفني بكادرو الفيتوريا الحقيقه اللي يعني ما فيش خلاف طبعا، محمد صلاح وحجازي وتشيكي وعمر مرموش ومصطفى محمد وسامه واحمد حمدي، دي قائمه مبدئيه عشان بس الناس تبقى فاهمه، لسه القائمه النهائيه هيتم الاعلان عنها مع قائمه اللعيبه المحليين ان شاء الله قبل المعسكر. فالاستعداد فين الاستعداد لغايه الان الناس وصلاح محمد يعني طريقه عمل الجهاز الفني الحقيقه بيبقوا موجودين في الاتحاد من الساعه 9 الصبح وبيخلصوا عملهم اللي هو الفني او التنسيق، وبعد كده بيطلعوا زي ما انت بتشوف محمد بيحضروا ماتشات الفرق كلها، فالناس يعني الحمد لله بتشتغل من 9 الصبح لغايه الساعه 10 11 بالليل، وده ظاهر الحقيقه في اداء المنتخب. لو انت يعني طبعا ماتش ملاوي الفوز برباعيه هناك في ملاوي ده اكبر رد واكبر دليل ان انت عندك منتخب قوي وعندك لعيبه كتير وعندك جهاز فني على مستوى عالي. ماتش طبعا ان شاء الله نتمنى ان المنتخب يفوز وان شاء الله هيفوز باذن الله، والحاجات دي كلها بتفرق في التصنيف. ماتش جنوب السودان الراجل عايز يعني كان عايز طالب في الاول خالص تصنيف ثاني او ثالث من افريقيا، ما كانش عايز يلعب فريق التصنيف الاول، هو عايز يجرب بعض اللعيبه ويدي ويمنح الفرصه لبعض اللعيبه او الشباب الجديده، ودي طبعا رؤيه الجهاز الفني ورؤيه احترام. فده كان الهدف ان تلعب ماتش ودي يوم 18 مع جنوب السودان. ان شاء الله ايا كان الماتشات اللي ده طبعا كلها بتفرق في التصنيف، لكن ان شاء الله الاهم عنده دلوقتي ماتش غينيا، وان شاء الله المنتخب يفوز وحاجات ده تفرق في التصنيف، وان شاء الله عندك بعد كده تصنيف كاس العالم تصفيات المؤهل كاس العالم القرعه في شهر 7. ان شاء الله الحاجات باذن الله ان شاء الله الحاجات دي كلها يعني ماتش غينيا طبعا هيفرق معاك جدا في التصنيف، لكن ان شاء الله انت كده كده زي ما انت كنت انفردت طبعا باخبارك يا محمد الكاف التصنيف وطرق التصنيف ازاي ونظام الصعود او نظام التصفيات المؤهله لكاس العالم ازاي. الحمد لله منتخب مصر من يعني من العشر او تسع المنتخبات الاوائل تقريبا ان شاء الله على راس مجموعه، فان شاء الله تفرق معاه جدا، ومش عايزين بقى احنا ندور على التسع، احنا عايزين نبقى الاول ان شاء الله باذن الله مع فيتوريا والجهاز اللي موجود واتحاد الكره ان شاء الله المنتخب يحقق نتائج افضل وافضل باذن الله الفتره اللي جايه. انا عايز اقول لك يا مراد يعني عارف انت لو كسبت غينيا يعني ممكن ما تحتاجش حتى النقط اللي هتاخدها لو كسبت جنوب السودان، لان على فكره كل ما بتلاعب فرق تصنيفها بعيد شويه وبتكسبها بتاخد نقط اقل، يعني جنوب السودان اعتقد من 168 على مستوى العالم، فلو كسبتها ممكن تاخد مثلا 3 نقط او 4 نقط مش هيفرقوا كتير معاك في التصنيف، لكن لو كسبت غينيا انت اكنك جبت منتخب مصنف وكسبته في الاجنده الوديه خلال شهر يونيو، فالمكسب ده مهم جدا، هتبقى ضربت اكتر من عصفور بحجر واحد، تأهلت تصدرت عليت تصنيفك ممكن تبقى الرابع على مستوى افريقيا او الثالث كمان مش الخامس زي دلوقتي. اكيد هتفرق معاك جدا محمد، وده المستر فيكتور الحياه والجهاز الفني بيتكلم فيه، يقول لك انا الاهم عندي ماتش غينيا اكسب ماتش غينيا بالظبط، وده هدفه الحقيقه يعني في اي ماتش بيلعبه سواء بره مصر سواء جوه مصر، وده اللي شفناه في ماتش ملاوي وشفناه حتى مع ماتش بلجيكا الودي كنت بتلعب منتخب كان ثاني اقوى منتخبات العالم وقتها وقدرت انت تفوز عليه،
هو الراجل حتى طريقة لعبه وسياسته ان هو يعني بيلعب كرة هجومية، كرة للفوز، وهو حتى بيتكلم اكتر من مرة ان هو في اي ماتش عايز يروح يكسب، مش هدفه التعادل او اي حاجة، وان شاء الله بإذن الله يخسر يوم 14 بإذن الله. إن شاء الله. طب في تفسير معلن أو محدد مثلا ليه أحمد حسن كوكا مش موجود ضمن المحترفين؟ هل في إصابة؟ في أسامي تانية كانت مرشحة ما كانتش أو مش موجودة بسبب إصابة أو حاجة تانية، ولا مفيش حاجة معلنة أو محددة يا محمد؟ هو اكيد بص يا محمد، يعني بيبقى في تنسيق كامل بين مستر روي فيكتوريا والجهاز الطبي المحترم الحارس محمد ابو من الناس الشاطره والمركزه قوي في رولها، وانت اكيد طبعا على درايه بحاجه زي كده، فاكيد ان هو استبعاد لاعب او ضم لاعب الا مش هيكون سليم 100% ومش هيكون وهيكون متواجد في معسكر منتخب، فبالتالي استبعاد كوكا او اي لعيب ثاني سواء بقى طارق حامد او النني او امام عاشور، في اي لعيب من دول طبعا ادام تم استبعاده فاكيد ان هو مش هيبقى وقت المعسكر مش هيبقى جاهز 100%، فبالتالي المستر روي فيتوريا وبالتنسيق مع الجهاز الطبي فضل يعني استبعاد اللاعبين دول ان هو مش هيلحقوا المعسكر او ان هم مصابين فمش هيلحقوا، فبالتالي استبعاد اي لاعب من احنا اتكلمنا فيه دول طبعا من العناصر الاساسيه سواء النني، طارق حامد، كوكا، امام، من العناصر الاساسيه طبعا في تشكيل المنتخب في الفتره الاخيره بالظبط، مصابين كده كده النني وامام حتى مصابين. مصابين طبعا، فاستبعاد اي لاعب اعتقد يعني سبب الاصابه مش اي طيب. حاجه فنيه ان شاء الله. اخر سؤال ومش هطول عليك، دي قائمه المحترفين، طيب قائمه اللعيبه اللي بتلعب في الداخل في الدوري المصري واكيد هيكون من ضمنهم لعيبه النادي الاهلي اللي عندهم مباراتين في افريقيا بعد مواجهه سيراميكا يوم الاثنين، ممكن يتم الاعلان عن اسماء لعيبه الاهلي او لعيبه يعني لعيبه المنتخب اللي لعبوا في الدوري المصري امتى مثلا؟ يعني هو في اجتماع بكره تنسيق كده بين الجهاز الاداري محمد غرابه مع الجهاز الفني، ان شاء الله يتم الاعلان الحاجات دي كلها بكره باذن الله، موعد اعلان القائمه الكامله سواء بقى محترفين او محليين، وزي ما قلت لك محمد في الاول ان سبع المحترفين دول ممكن يكونوا موجودين كلهم، ممكن يبقى يتم استبعاد حد فيهم، لسه لغايه دلوقتي قائمه مبدئيه، فيتم الاعلان عن القائمه بالكامل ان شاء الله، يعني زي ما قلت لك هيتم الكشف عن المواعيد بكره ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله الافيد والانسب للمنتخب باذن الله يتحقق مع الجهاز الفني باذن الله ويحقق نتائج ايجابيه باذن الله. باذن الله. الزميل العزيز والكاتب الصحفي الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات. محمد من الناس المجتهده والشاطره ومتعاون جدا للإجابة على أي سؤال وأي استفسار بيخص منتخبنا الوطني، وده بالتأكيد شيء مهم جدا يكون في تواصل ويكون في حلقة وصلة بين جهاز منتخبنا الوطني مع الإعلام والصحافة عشان المرحلة الجاية. يا رب نتمنى التوفيق لمنتخبنا مقبل على حدث مهم جدا، قرعة تصفيات كأس العالم وقرعة كأس الأمم الإفريقية، لأن خلاص احنا على أعتاب التأهل للكوت ديفوار، البطولة اللي هتتلعب في يناير اللي جاي إن شاء الله في ساحل العاج. طيب ده جزء متعلق بمنتخبنا، نروح بقى للنادي الأهلي، والنادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا بكره مع سيراميكا كليوباترا، النهارده المران الختامي ثم الدخول لمعسكر مغلق، ومباراه بكره حاسمه وفاصله في فكره انك لازم تحافظ على الصداره وتبعد في فرق النقاط عشان تخلص الموضوع بدري بدري، فان شاء الله باذن الله يكون الامور كلها ايجابيه مع النادي الاهلي. طيب مزيدا من التفاصيل والاخبار والمعلومات كالعاده بنروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز وفاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي عنده كل التفاصيل والأخبار واللي جمهور النادي الأهلي مستني يسمع منه كل التطمينات الخاصة بالفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بكرة بإذن الله. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وخليني اكد على كلامك بالفعل مباراه حاسمه جدا ومهمه جدا، ويعني عنوانك لهذه المباراه وتاكيدك على اهميه هذه المباراه هي بالفعل مباراه مهمه جدا في النادي الاهلي للحفاظ على الصداره وايضا تحقيق الانتصار قبل مواجهه طبعا فريق الوداد بمشيئه الله يوم 4/6 باذن الله، المباراه الاولى لدور النهائي باذن الله، نتمنى التتويج باذن الله للنادي الاهلي خلال هذه المباراتين باذن الله. مباراه الغد هي مباراه الانطباع الاخير يا فاروق. اعتقد يا محمد برضو انا اكد على العنوان هي بالفعل مباراه الانطباع الاخير، ويخليني اقول لك ان مستر مارسيل كولر طبعا بعد المباراه الاخيره امام طلائع الجيش استأنف الفريق تدريباته بالامس، كان اكد مع اللاعبين في المحاضره اللي جمعت بينه وبين اللاعبين، قال بالفعل المباراه مهمه جدا وبروفه اخيره وانطباع اخير قبل مواجهه فريق الوداد، لكن الامر المهم جدا يا محمد ان في كلامه وحديثه مع اللاعبين طالب اللاعبين عدم الحديث تماما عن مباراه الوداد، قال لازم نختم المباراه ديت ومباراه سيراميكا
اكد على اهميه هذه المباراه، وقال ضروري ان احنا نحقق الانتصار قبل ما نفتح صفحه مباراه الوداد. ومحمد زمان انت عارف داخل النادي الاهلي احنا كل الامور بنتكلم فيها طبعا بمنتهى الشفافيه بمنتهى الوضوح. مستر مارسيل كولر اشاد يعني بالحديث الوسائل الاعلام الاهلاويه وحديث الجمهور الاهلاوي عن مباراه الوداد، ان من بعد مباراه الاهلي والترجي وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه مفيش اي حديث يخرج اللعيبه عن مباراه الوداد، الجميع بيركز في الثلاث مباريات. فقال بالامر كده محمد او قال بالكلام ان جمهور النادي الاهلي اجاد التعامل مع هذه المباراه، قال يعني بعض الامر بيختلف عن المباراه اللي كانت امام الترجي، ان بعد الفوز امام الترجي على في مباراه الدور نصف النهائي المباراه الاولى كان هناك حديث ما بين الجماهير عن مين اللي هيواجه النادي الاهلي في المباراه النهائيه قبل ما الاهلي يخلص مباراته الثانيه امام الترجي. قال التعامل اختلف، كان فيه هدوء من الجماهير انعكس على اللاعبين في الملعب في تعاملهم مع مباراه انبي مباراه طلائع الجيش. قال كان فيه هدوء مهم جدا من وسائل الاعلام في كل مكان، محدش كان بيتكلم على مباراه الاهلي والوداد، الجميع بيركز في هذه الثلاث مباريات اللي طبعا حقق فيهم الاهلي انتصار على انبي على طلائع للجيش. وان شاء الله من المنتظر باذن الله ان فريق النادي الاهلي ان شاء الله يحقق الانتصار غدا على فريق سيراميكا. اكد مستر مارسيل كولر على اهميه هذه المباراه، مهم جدا قبل ما اروح لمباراه النهائي امام الوداد ان انا احقق انتصار يسيب انطباع كويس جدا عن حاله الفريق امام الجماهير وامام الخصم اللي هو فريق الوداد. يعني محمد برضو عشان اكون صريح معاك، في اكتر من جهه يا محمد احنا اتكلم مستر مارسيل كولر والنواحي الفنيه، لكن في افراد طبعا بتقوم بدورها والاستعداد لمباراه الوداد. ياسين المكاري اللي بيجهز، الوحيد اللي تقدر تقول هو بيجهز الامور الخاصه بمباراه الوداد ومباريات الوداد، الجانب الاداري انت عارف طبعا الكابتن سمير عدلي والتنسيق ايضا من مجلس اداره النادي الاهلي. تمام يا فاروق. الجهات المسؤوله من اجل دخول الجماهير دخول الجماهير باذن الله لهذه المباراه. طيب عايز اروح بقى الجزئيه الثانيه، الساعه دلوقتي 5:30 ويبدو كده عندك ان ملعب التتش لسه الدنيا فاضيه، فهل دلوقتي في محاضره؟ هل التدريب هيتاخر شويه بسبب درجه الحراره عاليه؟ انا بصراحه يعني مشفق عليك، درجه الحراره تتخطى ال 30 35 درجه مئويه فانت واقف في عز الشمس، فطمني كده التمرين هيبقى امتى؟ الشناوي امبارح النادي الاهلي اعلن جاهزيته للفتره اللي جايه، عايز اطمن على مصطفى شوبير ممكن يكون موجود بكره، كل بقى التفاصيل اللي عندك اللي الجمهور مستني يسمع منك كل الجديد. يعني خلينا محمد يعني اخد من النقطه الاخيره نقطه محمد الشناوي، خليني من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي اكد لك جاهزية محمد الشناوي ان شاء الله لمباراة الوداد. بأكد لك ان محمد الشناوي ان شاء الله هيكون حامي عرين للنادي الاهلي، وجاهزية محمد الشناوي للمباراة الاولى امام فريق الوداد. تعرف طبعا ان محمد الشناوي كان بيغيب عن مباراة الدوري ايضا للايقاف سواء مباراة الانبي طلائع الجيش او ايضا في مباراة سيراميكا، لكن خليني أكد لك بالفعل على جاهزية محمد الشناوي. محمد الشناوي باذن الله هيكون حارس مرمى النادي الاهلي امام الوداد سواء في مباراة الذهاب بمشيئة الله او مباراة الاياب، وان شاء الله يعود الشناوي وهو يحمل كأس البطولة مع لاعبي النادي الاهلي. عايز اكلمك ايضا على حرارة الجو، بالفعل محمد درجة حرارة الجو عالية جدا، لذلك مستر مارسيل كولر فضل ان يكون تدريب الفريق هيكون الساعة 7:00، هيكون طبعا في محاضرة لمدة 30 دقيقة مع اللاعبين من الساعة 7:00 للساعة 7:30، ثم بداية التدريب هتكون في تمام الساعة 7:30. هيأدي طبعا الفريق تدريبه الأخير قبل الدخول في معسكر استعدادا طبعا لمواجهة سيراميكا، اللي خليني بأكد على نفس الكلام إنها مباراة صعبة جدا، ومباراة إن شاء الله لعيب النادي الأهلي يظهروا فيها بشخصية النادي الأهلي وتكون محطة من المحطات المهمة جدا في مشوار النادي الأهلي نحو بطولة الدوري. اكيد. طيب برضو باكد لك ايضا يا محمد برضو على مصطفى شوبير، باكد لك على مصطفى شوبير بالفعل، مصطفى شوبير باكد لك جاهزيته طبعا لمباراه السيراميكا باذن الله، تعرف جرح قطعي ولكن باكد لك جاهزيته طبعا مع وجود طبعا مصطفى مخلوف وحازم جمال حراس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا يا محمد انت برضو عارف نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي في افريقيا هو مقيد اربع حراس مرمى سواء الكابتن محمد الشناوي كابتن علي لطفي كابتن مصطفى شوبير كابتن حمزه علاء، الاربع حراس طبعا بعض الجماهير كانت بتقول مصطفى مخلوف او حازم جمال معذره، انت عارف ان الاثنين طبعا غير مقيدين مع النادي الاهلي في افريقيا، لكن خلينا اكد لك على جاهزيه مصطفى شوبير بمشيئه الله لمباراه سيراميكا غدا باذن الله. بيرسي تاو كل الامور كويسه؟
باكد لك بيرسي تاو، سواء بيرسي تاو وحسين الشحات، علي معلول، كافه اللاعبين. طبعا في بعض الاخبار او الاقاويل اللي طبعا بتتردد عن اصابات لبعض اللاعبين اللي النادي، لكن زي ما احنا متعودين يا محمد لن يتم الحديث عن اي اصابات قبل الاعلان رسميا من قبل النادي الاهلي. طبعا يا محمد احنا انت عارف ان كلنا بنسمع كلام كتير جدا، بنسمع عن بعض الاصابات لبعض اللاعبين، ما اقدرش ان انا احسم لك الامر ده، اللي انت عارف ان الامر ده من خلال النادي الاهلي، من خلال اداره الاعلام في النادي الاهلي، هيتم طبعا الحديث في هذه الامور خلال الساعات القادمه لتوضيح كافه الامور باذن الله لكافه جماهير النادي الاهلي باذن الله. فاروق صلاح مفضى قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتش بالجزيره وكل الناس اللي سمعانا وبتتفرج علينا. يا جماعه اي اسم بتستنى تسمع عنه معلومه مش هنتكلم لغايه لما بيكون في حاجه رسميه النادي الاهلي بيعلنها. انا عارف في حاجات كتير قوي بتتكتب على السوشيال ميديا وفي توضيحات كتير انتم محتاجين تسمعوها وتعرفوها، بس هديكم مثال. اسم محمد الشناوي على مدار اكتر من اسبوع كلام كتير قوي لغايه لما النادي الاهلي بالامس على الصفحه الرسميه كتب قال الشناوي از ريدي، الشناوي جاهز، وبالتالي كل الكلام اللي بتسمعوه اصبروا لغايه لما تاخدوا المعلومه الرسميه وما تقلقوش، الاهلي باذن الله جاهز لاي مباراه مقبله باي لاعب باي تشكيله. خلي عندكم ثقه كبيره جدا في كل اللاعبين وفي الجهاز الفني باذن الله خلال الفتره اللي جايه. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع، عندنا بقى ترند الاهلي والمحل والعالمي، والنهارده فقره مهمه جدا في الترندات اللي موجوده على السوشيال ميديا. اخر اخبار الترند، والنهارده اخر اخبار الترند، وهنبدا بترند الاهلي ان في تفاصيل مهمه جدا هنركز ونتكلم عليها. البدايه من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي واللي اعلنت في منتصف الليل بالامس قائد فريقنا محمد الشناوي جاهز لخوض النهائي. طبعا بوست وتغريده على تويتر يمكن عملت ردود فعل ايجابيه ما بين جماهير النادي الاهلي بشكل كبير جدا، خاصه ان كان كلام كتير بخصوص الشناوي في الفتره الاخيره، ثم جاءت اصابه علي لطفي، وبعد كده مصطفى شوبير يمكن خد ضربه قويه جدا في عينه في مباراه الطلائع، فبقى في قلق كبير جدا عند جمهور الاهلي في ظل اصابه كمان الحارس الرابع حمزه علاء. هل الاهلي ممكن يوصل لمرحله انه يلعب النهائي بدون حارس مرمى؟ الحمد لله امبارح الصفحه الرسميه للنادي الاهلي اعلنت بشكل رسمي ان الشناوي جاهز النهائي. طيب خبر اللي تردد كتير قوي في الساعات الاخيره، خبر في الجول اصابه حمدي فتحي في العضله الخلفيه وصعوبه لحاقه بمباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد. احنا عندنا مباراه بكره مع سيراميكا كليوباترا، من يوم الثلاث هيكون عندنا كل التفاصيل المتعلقه بمباراه النهائي، ولكن اللي اقدر اقوله في هذه اللحظات طالما الاهلي لم يعلن ان حمدي فتحي مصاب وسيغيب عن لقاء الذهاب انتظروا نتيجه الاشعه. ممكن يكون في اجهاد، ممكن يكون في راحه لحمدي فتحي، ولكن باذن الله ممكن تكون الامور طيبه، عشان كده احنا هنستنى الاعلان الرسمي لما يكون في خبر وقرار رسمي نتيجه الاشعه اللي هيكون اجراها حمدي فتحي في الساعات الاخيره، لان في كلام كتير جدا الناس قالت فيه مزق مش هيلعب الذهاب والاياب، كل الكلام ده سابق لاوانه. ننتظر بس لحظات، ممكن النهارده على مساء اليوم او بكره بالكتير يكون في خبر ان شاء الله لصالح جماهير النادي الاهلي. طب اليوم السابع الاهلي يترقب نتيجه اشعه حمدي فتحي والمؤشرات تؤكد غيابه عن ذهاب نهائي افريقيا. برضه نفس المصادر بتاكد لكل المواقع بعد ما الخبر خرج بالامس من خلال بعض مواقع السوشيال ميديا. حساب يلا كوره، مصدر ليلا كوره، انفراجه تبشر الاهلي بالسعه الكامله للاستاد امام الوداد. طبعا كانت في اجتماعات وترتيبات امنيه في الفتره الاخيره في الساعات الاخيره وخرج رقم مبدئي ولكنه ليس رسمي، وحصلت اتصالات لتعزيز الارقام بالاتفاق مع وزاره الشباب والرياضه وبالاتفاق مع اتحاد الكوره، وباذن الله خلال الساعات القادمه هيكون في رقم مميز جدا يليق بالحدث الكبير نهائي دوري الابطال، ومصر قادره على تنظيم اي حدث بحضور 50,000 و100,000 متفرج. مصر دوله قانون، وبالحضور الجماهيري ان شاء الله النهائي هيكون كرنفال على المستويين، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى النتيجه. ان شاء الله يكون الاهلي عامل نتيجه كويسه تساعده قبل لقاء العوده. حساب كوره بلس، الاهلي يجهز بيرسي تاو لمواجهه الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. كما فاروق صلاح في ظل ان في كلام كتير جدا بيتردد على ان كمان توب يا جماعه الجهاز الفني بقياده لما بيدي راحه لعدد من اللعيبه مش فكره ان هو مصاب، فكره عشان ما يكونش في ضغط مباريات على اللعيبه في التوقيت الحالي، فبالتالي بيدي راحات لعدد من اللعيبه. بيرسي تاو ما كانش موجود الماتش اللي فات، ممكن ما يكونش موجود في ماتش بكره، ولكن الجهاز الفني بيفضل ان يكون في راحه. ولكن الرساله المهمه اللي لازم توصل
مش للجمهور، للمنافس اللي هيلعبك قبل الجماهير، ان الاهلي كامل العدد، الاهلي جاهز بنسبه 100% ان شاء الله لخوض النهائي في الفتره اللي جايه. حساب الوطن سبورت، الاهلي يستعيد 3 مصابين قبل نهائي افريقيا ويجهزهم في مباراه السيراميكا. هنا الكلام على مثلا محمود كهربا وحسين الشحات وايضا كمان مروان عطيه. قلت لكم كل لاعب ممكن بياخد اجازه او راحه، على طول الاراء بتروح فكره لا ده لعيب مصاب، ده لعيب مجهد، اكيد مش جاهز. وانا بطمنكم ان شاء الله بعد مباراه سيراميكا هيكون في معسكر واستعداد للقاء الذهاب، وعلى طول حتى في اليوم التالي للقاء العوده في المغرب، وفي تحضير كويس جدا ان شاء الله لمباراه النهائي في الفتره اللي جايه. حساب كورة بلس لضرب مبدأ تكافؤ الفرص، شكوى من الوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا. طيب هو الخبر هنا على عهدة موقع في المغرب، موقع اسمه كاسيو، يمكن الموقع ده كتب قال إن إدارة نادي الوداد قررت تقديم شكوى رسمية ضد تعيين مسؤول تنظيمي مصري اللي هو في سيكيورتي أوفيسر، في منسق أمني يعني في لقاء العودة في المغرب. فبالتالي ده في تضارب وإخلال مبدأ تكافؤ الفرص، فإزاي يبقى في منسق أمني من نفس البلد اللي هيمثلها الفريق الضيف في هذه المباراة. عموما كورة بلس خدت الخبر من الموقع المغربي، ولكن أكيد الاتحاد الإفريقي عنده تحضيرات بشكل كويس جدا لهذه الفترة خلال الفترة اللي جاية، ولكل حادث حديث في وقتها إن شاء الله نبقى نتكلم. كورة بلس، الوداد يستعيد 3 من لاعبيه في آخر مبارياته بالدوري المغربي قبل مواجهة الأهلي. الوداد عنده مباراة المفروض بكره في نفس التوقيت ايضا كمان مباراه الاهلي في الدوري العام. وكان الوداد عنده لعيبه ما بتشاركش في المباراه الاخيره امام الدفاع الجديدي في كاس العرش، وابرزهم ارسن زولا المدافع وزهير المترجي واسماعيل المترجي. يمكن الخبر من خلال كوره بلس ان الوداد يستعيد خدمات الثلاثي قبل ايام قليله جدا من مواجهه الاهلي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب نروح لحساب يلا كوره و الكلام على وصول الوداد للقاهرة نهاية الأسبوع. قالوا سيتدربون في ملاعب النادي، الوداد يخطر الأهلي بموعد وصوله إلى القاهرة. طبقا للأخبار الواردة يعني ومن خلال مصدر يلا الكورة، إن الوداد هيوصل يوم الأربعاء وهيتمرن على ملاعب النادي الأهلي في فرع مدينة نصر استعدادا لمواجهة الفريق يوم الأحد المقبل في ذهاب المباراة النهائية. طب نروح للأخبار المحلية، وآخر خبر واللي كنا بنتكلم عليه في بداية الحلقة، يلا كورة يكشف قائمة المحترفين لمباراة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا. 7 لعيبة أو 6 لعيبة يعني، صلاح، حجازي، طارق، تريزيجيه، ومصطفى محمد وعمر مرموش. يمكن ده خبر كان كتب من خلال طبعا صفحة يلا كورة قبل الإعلان الرسمي من المنتخب الوطني، ولكن الأسماء دي ما طلعتش بنسبة 100% سليم. بمعنى إن مثلا صلاح وحجازي أوكي، وتريزيجيه تمام، لكن طارق حامد مش في القايمه، مصطفى محمد موجود هو وعمر مرموش، ولكن في احمد حمدي وسام مرسي، وبالتالي في تعديل والخبر ما كانش بنسبه 100% يعني سليم. المصري الرياضي، من البرازيل الى جنوب السودان، كواليس رفض فيتوريا مواجهه الصمبا. طيب الكلام كان على فكره ان المفروض منتخبنا الوطني هيلعب مع غينيا، وبعد غينيا المفروض عنده مباراه وديه، بس غينيا بعد ما تلعب مصر هتلعب مع البرازيل في المغرب، ولكن مصر هتلعب مع جنوب السودان. كل منتخب يا جماعه وكل مدير فني ليه حسابات. يعني روي فيتوريا مش عايز يلعب مع منتخب مصنف اول فيخسر او يتعادل فيفقد نقاط. هو عايز اذا ما خدش نقاط اضافيه يفضل على نفس الرصيد، لكن ما ينزلش عشان التصنيف اللي هيتعمل على اساسه قرعه امم افريقيا اللي هتتلعب في الكوت ديفوار، وقرعه تصفيات كاس العالم اللي هتتعمل في شهر 7 عشان البطوله تبدا تصفياتها في شهر 11 اللي جاي. وبالتالي هو شايف انه هيلعب مع غينيا في التصفيات الافريقيه، الفوز على غينيا او التعادل هيرفع من رصيد النقاط شويه، وعلى الاقل هيحافظ على ترتيبك كخامس على المستوى الافريقي. ولكن جنوب السودان حتى لو كسبتها هتاخد 3 نقط او 4 نقط، يعني مش الارقام الكبيره، لان جنوب السودان فريق مصنف بعيد شويه، فالارقام على الفوز على السودان او جنوب السودان مش هتديك ترتيب متقدم او في التصنيف. عكس غينيا، غينيا ليها مصلحه انها تلعب مع البرازيل، عايزه تتعادل على الاقل مثلا، فتاخد نقاط اكتر. كل منتخب ليه حظوظ وليه ترتيبات قبل الاجنده الاخيره وقبل قرعه التصفيات عشان المرحله الاخيره. طيب حساب يلا كوره، والنهارده الاتحاد الافريقي اعلن اختيار 3 حكام مصريين لبطوله افريقيا
اندر 23، البطوله دي المؤهله لاولمبياد باريس، هتنظمها المغرب في طنجه وفي الرباط، وهتتلعب في نهايه شهر 6. القائمه ضمت محمود ناجي حكم ساحه، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم تقنيه الفيديو في هذه البطوله باذن الله. طيب المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم لتشكيل الاهلي امام سيراميكا غدا في الدوري. استاذه نجلاء بتقول الحقيقه كولر خلانا ما نقدرش نتوقع اي حاجه ومش عارفين نقرا افكاره، عشان فعلا اكبر من توقعاتنا او افكارنا. مدرب عنده فكر عالي وكلنا ثقه فيه وفي افكاره واختياراته، وباي 11 لاعب قادرين نعمل عظمه ونحقق انتصارات وبطولات. نروح لراي استاذ عمرو منصور، بيقول السلام عليكم ورحمه الله يا استاذ محمد. التشكيله المتوقعه: شوبير، علي معلول، ياسر، متولي، خالد، ديانج، عطيه، قفش، عبد القادر، شريف، تاو. كل التوفيق والنجاح والدعم للنادي الاهلي. طيب اخر حاجه معايا اسلام احمد، التشكيله المتوقعه: شوبير، اشرف، متولي، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، ديانج، السوليه، قفشه، احمد عبد القادر، شريف القندوسي. ونتمنى نشوف سافيو بيشارك في وقت طويل. تحياتي اسلام الاهلاوي. طيب زي ما بدانا بالسله هنختم بالسله، وزي ما انتم شايفين طبعا دي خلاص كده المشاركات، ونروح بقى للسله، لان النهارده زي ما بدات في الحلقه واتكلمت على استقبال مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لفريق الباسكت العائد بكاس افريقيا. قدامكم على الشاشه الصوره اهي، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، الاستاذ العمري فاروق معالي الوزير ونائب رئيس النادي، مهندس خالد مرتجي امين الصندوق، الاستاذ خالد او الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وابطال كره السله العائدين من رواندا ببطوله افريقيا، وكان على راس البعثه المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. بدانا بالتهنئه وبنختم بالتهنئه، والف الف مبروك واستقبال عظيم كبير يليق بابطال افريقيا لكره السله، ولسه ان شاء الله ممكن يكون في حفله كمان ليكم خلال الفتره اللي جايه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.